اللهم لك الحمد حمد الشاكرين الذاكرين التائبين المستغفرين الصائمين القائمين لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين وأنت أصدق القائلين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا لا إله إلا الله الكريم التواب اللطيف الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق الناس من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس ولك الحمد على ما يسر من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك نواصينا بيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا
اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به في الجنان الظلل وأسبغ به علينا النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الشاكرين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعله شفيعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فساقه وقاده إلى الجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزخ في قفاه إلى النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد. اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد وألحقنا بكل بر سعيد ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع أمورنا راجين ولك في جميع شهورنا ذاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن البدعة إلى السنة ومن كل الشرور إلى كل الخيور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك إلهنا 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 قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا
عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك ولا تردنا عن بابك ولا تردنا عن بابك فإن رددتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم انقل هم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا من خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا واجعلها لنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار اللهم إنا نسألك غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته